بالنسبة للمهدي سليمان امبارح، هل سمعت او قرأت التصريحات؟ معاك، شفت الانترفيو في معاه. ملخص سريع، المهدي سليمان مجمد بقاله شهرين بسبب تغريدة كتبها اعتبرتها الإدارة ان هي مسيئة للإدارة، حققوا معاه وبعديها طلبوه بالاعتذار، اعتذر لكن ما رجعش لغاية دلوقتي، بيتدرب منفردا الساعة 7 الصبح. طلع امبارح بعد ما كان قال انه طفح الكيل، اتكلم على الطريقه اللي بيتعامل بيها، قال احنا مش عبيد، اتكلم طبعا. على انه زهقان، واتكلم على انه الطريقه دي سيئه جدا. والتغريده كانت بتقول ايه؟ كان عباره عن حاجه كده في حديقه الحيوانات، بيقول فيها ان الفيل سال الاسد مش عارف ايه، قال له مش عارف ايه، فالزرافه راحت قالت ايه، فالاجابه النهائيه يعني ما هو دي المشكله لما تخلي الاداره يقودها حمير. تمام. هو لا بيتكلم على يعني هو قال لهم كده، قال لهم انه دي حاجه شخصيه، بالظبط. قالوا له لا انت شغال في مؤسسه محترمه، ايوه، هو وانت اتكلم بيراميدز عندك، ما والاداره قالش بتاعت بيراميدز، بيراميدز. هو نزل البوست طيب زي ما بقول خلاص، لك هو كده، انت دخلت نوايا؟ هو ده اللي قاله في التحقيق لا، ما وده هو اللي قاله امبارح. وده الحقيقه يعني. هو انت دخلت نوايا، هو انا دلوقتي لو قلت يعني ايه بتكلم في حاجه معينه او حصل، او انا بكلم بقول ايه قرانيه مثلا، او بقول مش انت خدتها ليه على نفسك يعني؟ يعني انت ليه اساسا عندك الاحساس ده يعني؟ فانا مش شايف الحقيقه ان هو يعني يقابله ده بان هو بس تعالى يعاقبه. لا نتناقش في الحتة دي اتفضل. شوية، يعني أنا هحاول أحط نفسي مكان الإدارة، لو أنا عندي فعلا مشكلة مع لعيب، أو هو جه كذا مرة قال لي أنا متضايق أنا ما بلعبش، أنتوا عاملين كده ليه؟ أنتوا بتضايقوني ليه؟ هو أنا قليل، كنت الأساسي الموسم اللي فات، ورحنا قلنا له ملناش دعوة، اللي بيشرك اللعيب هو كذا. تمام. بعدها بيوم ألاقي اللعيب اللي كان لسه بيتخانق معايا ده راح كتب تويتة فيها حاجة عن الإدارة بيشبهها بالحمير، فطبيعي إن أخدها على انا نفسي. معاك، اوكي، ممكن تتاخد وتتفق، بس لا يعاقب يعني. لكن هي لا، هو مش حاجة يتسال مباشرة هل انت خالص. مثلا، هل انت تقصد احنا؟ يقول لك لا. يقول خلاص لا، ما قالش بشكل صريح وواضح ان انا بقصد، بقصدك يعني، فاهم كلامي؟ فتدخلش مفهوم. في نوايا البشر يعني. يعني انا معاك، بس ما تدخلش في نوايا البشر. مفهوم. وبعدين في نفس الوقت كمان ان المهدي سليمان يعني من الحراس كويسين، وعامل موسم كويس جدا مع بيراميدز في الموسم. شريف اكرامي بيأدي بشكل كويس، احمد شناوي بيأدي بشكل كويس. ده يعني خطأ في من وجهة نظري يعني، زي ما انا اتكلمت معاك قبل كده، ان من الصعب ان يكون عندك ثلاث حراس في الزمالك رقم واحد، ومن الصعب يكون عندك ثلاث حراس في بيراميدز رقم واحد يعني. أيوة. فلازم يراعوا الموضوع ده جدا جدا، من الناحيه النفسيه والناحيه المعنويه يعني. هو شايف ازاي العلاقه دي؟ يعني هو لسه ناقص له موسم، واداره بيراميدز يمكن عرفنا يعني اتكلموا معانا النهارده بعضهم كمصادر، لكن هم قالوا مش هنعلق بشكل رسمي وهنعتبر الموضوع عادي جدا وتطبيق لوائح بشكل طبيعي. شايف ان هو ايه الانسب للمهدي سليمان بعد اللي قاله امبارح وبعد العلاقه اللي واضح ان هي واصله لطريق مسدود دلوقتي؟ الانسب بالنسبه له، هو مش قراره، هو قرار النادي ان هو بيستمر مع النادي لغايه نهايه عقده، او ان هو هل بعد السنه دي اللي هي هتطول جدا لغايه شهر سبتمبر، هل هو هيمشي بعد كده ولا لا؟ ده قرار المهدي وقرار النادي يعني. قرار بس انا النادي. شايف ان كان الافضل من الاداره ان هي يكون عندها، ما دام جابت شريف اكرامي يبقى يكفي يا اما مهدي سليمان يا اما احمد شناوي، ومعاهم حارس صغير تاني، او حارس ممكن يكون لسه عنده مستقبل يعني، ويبتدوا يبنوا بيه المستقبل يعني. انما يكون عندك احمد شناوي ومهدي سليمان وشريف اكرامي، فده صعب يعني جدا.